ورجعنا لكم مرة تانية في نهارك سعيد. ووسط الأحداث الساخنة اللي بتمر بيها مصر حاليا، دلوقتي كمان الفن بيناقش القضايا دي بس بشكل تاني. هيكون معانا النهاردة، هنتكلم عن مسرحية الحبل. معانا النهاردة دكتور علاء وقم، ممثل في مسرحية الحبل، وأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وأستاذ تمثيل بأكاديمية الفنون، ومعانا كمان باسم قناوي مخرج مسرحية الحبل. صباح الخير ونهاركم سعيد. صباح الخير ونهاركم سعيد. في البداية عايزين نتكلم على المسرحية ونعرف المسرحية بتتكلم على ايه. هي المسرحية بتتكلم عن فكرة إنسانية بحتة، فكرة الطمع، انه الإنسان عندما يطمع فيما هو ليس له في النهاية لا يحصل على شيء. كل الشخصيات المسرحية يطمعون في المال، وكلهم بيبحثوا عن هذا الهدف بشتى الطرق، ومفيش حد منهم بيحصل على هذا المال نهائيا سوى الطفلة اللي هي تعد معاقة ذهنيا، وبالنسبة لها الفلوس الأشياء اللامعة دي بالنسبة لها مش مهمة انها تتصرف، هي بالنسبة لها لعبة، يعني بالنسبة لها بتحب ترميهم في البحر. ففي النهاية هي الوحيدة اللي بتحصل عليهم، وهي الوحيدة اللي بتنال سعادتها بالفلوس دي، لأن هي ما اتخذتش وسيلة سيئة للحصول على هذه. دلوقتي حكيت لي على البنت، أنا عايزاك تحكي لي قصة المسرحية. أيوة، هي قصتها بتبتدي، يعني فكرتها متاخدة عن عودة الابن الضال اللي موجودة في إنجيل في لوقا 15، وبس بتصرف من يوجين أونيل الكاتب الأمريكي، إنه في النهاية الابن مش عايز يرجع علشان يطلب الغفران من والده. هو المفروض ان الابن سرق ابنه وهرب، سرق والده، سرق والده وهرب، وقعد بعد 5 سنين عايز الاب فاكر انه جاي يطلب الغفران، فهو عايز ياخد بقيه الفلوس اللي كانت موجوده، لانه عارف ان يسرقها برضه ولا بيطالب بيها. هو بيطالب بيها، والاب ما بيرضاش يقول له هو فين، وبيطلب الاب بيطلب من ابنه انه يشنق نفسه جراء هذه الخطيئه يعني. فنبتدي نكتشف ان الاب كان عايز ابنه يشنق نفسه لكي يتطهر من هذه الخطيئه، ولو الابن شنق نفسه هو طبعا مش عايزه يشنق نفسه بجد، هو عايزه يقدم على هذه الخطوه عشان يحس انه عمل حاجه غلط. بالظبط، يعني فكره انه طول ما انت عملت خطيئه وعايز تتوب فلازم تقرر انك تدفع الثمن يعني. فالاب عايز يدفع ابنه الى هذه التضحيه او الى هذا الخلاص، تمام؟ فالابن مصر على وجهه نظره انه عايز الفلوس، وانه في النهايه انا مش جاي اطلب غفران يعني. في النهاية بيقرر انه يقتل الاب علشان ياخد الفلوس دي، وما بيحصلش عليها في النهاية. طيب دكتور علاء، ممكن حضرتك تكلمنا عن دورك في المسرحية؟ انا بعمل دور باتسويني، المفروض انه نجار ايرلندي هاجر لامريكا واتجوز بنت الراجل الكبير ده، طمعا في انه هو يستقر ويبقى له مكان وتبقى له مزرعة مثلا بتاعت الراجل دي، تبقى بتاعته مقالها في الآخر، وهو راجل عامل يعني يشتغل وبتاعه كده، لكن فجأة بيلاقي انه المكسب بتاعه مش الدرجة اللي هي يعني، فبيبتدي يطمع في انه عارف ان الاب ده معاه فلوس وشايلها ومخبيها وكده، يبتدي يفكر ازاي يحصل على ده وازاي يمنع ابنه من انه هو يحصل على هذا المال وانه يورث المزرعه عشان كله يبقى له في النهايه. يعني فكره الطمع اللي موجوده بس بشكل مختلف. تقريبا كل الاحداث بتدور حول الراجل، ان كل اللي حواليه عايزين يحاولوا يحصلوا على المال منه، كل اللي حواليه طمعانين ما عدا بنته اللي هي الصغيره، حفيدته الصغيره هي معاقه، بس هي احسن واحده قدرت تحقق السعاده، وهي اللي ما عندهاش يعني الطمع اللي عند كل الناس. يعني انا فسرت الجمله دي بان هي ما عندهاش، ما وصلتش للنضج اللي يفسدها. يعني هي طفوليه، حتى هو يوجين الكاتب ان هي معاقه ذهنيا، ان هي كبيره عندها 12 او 13 سنه بس بتتعامل بدماغ طفل عنده 6 سنين. فده ما قاله هو ليه حاطط المنطقه دي بالذات، ما كان ممكن يخليها طفل عندها 6 سنين. فكره ان هي مشوهه خارجيا، لكن بنكتشف في النهايه ان كلهم هم اللي مشوهين انسانيا، وهي الوحيده اللي ممكن تبقى سويه. طيب دكتور علاء، حضرتك كلمنا عن النجوم الشباب اللي شاركوا معاك في المسرحيه. معنا طبعا محمد عادل، ده احد خريجي المعهد، بيعمل دور لوقا اللي هو ابن الراجل. معنا بسمة شوقي بتعمل بنت الراجل اللي هي زوجتي يعني. بسمة شوقي برضو خريجة المعهد السنة اللي فاتت. معنا ياسمين ياسر اللي بتعمل البنت الصغيرة، ودي خريجة قسم دراما.
هي كبيرة في السن بس شكلها صغير، ومعانا الفنان عاصم رأفت بيعمل الأب. الحقيقة يعني مجموعة جميلة جدا، والعرض يعني الناس تشرفنا، يعني عرض كويس إن شاء الله ان شاء يستمتعوا الله. بيه. طيب عايزه اعرف دلوقتي ايه علاقه اسم الحبل باحداث المسرحيه؟ هو الحبل بداية الناس يعني أول ما بتدخل بتلاقي مشنقة متعلقة من الأب لأنه عايز ابنه يتشنق فيها. مسمى الحبل ليه فكرة إنه هذا الترابط الأسري المرتبط بإنه يبقى كلهم بيدوروا في نفس الدايرة، بيدوروا في نفس المسألة بتاعت إنهم عايزين الفلوس، حصل عمل بينهم ربط، ومع إنهم شخصيات متنافرة تماما، يعني كل شخصية تتنافر مع الأخرى وكل شخصية مش شبه التانية، لكن كلهم يتحدوا في فكرة إن هم يبحثون عن المال. ده الحبل اللي واصل بينهم، ده يعني ده أعتقد إن ده سر تسمية جين أونيل لكلمة الحبل، زائد إنه ليه علاقة بفكرة الترابط الأسري المفكك، إنه هم كلهم أسرة واحدة مفككة تماما، ما فيش حد بيعير الآخر اهتمامه، حتى البنت الصغيرة متوحدة لأن مفيش حد مهتم بيها. انا بس عايز يعني اضيف فكره انه العمل ده كان مهم جدا ان كل العناصر اللي موجوده فيه تبقى فاهمه المنطقه دي، يعني حتى على مستوى الاضاءه وحتى على مستوى الديكور والموسيقى. يعني هو يعني من الحاجات اللي اتقالت ان انت اعتمدت في الديكور على المدرسة الطبيعية، ايوه تمام صح، والعرض والديكور والإضاءة خدوا احسن اختيار للديكور والإضاءة صح؟ يعني هو ان هقول لك الفكره عندي في المفتاح في الدخول للعرض. طيب احنا هنشوف جزء من العرض ونرجع نكمل كلامنا عشان نعرف، عشان اشوف بس احنا بنتكلم على ايه. تمام. اوكي مشاهدينا هنشوف جزء من العرض ونرجع نكمل كلامنا مرة تانية. النقاد دايما بيقولوا ان المؤلف يوجين اونيل من الكتاب المسرحيين اللي بيتجهوا نحو دراسه الصراع داخل عقليه الشخصيه، اشرح لنا الفكره دي بعد اذنك. هو يوجين اونيل ليه 7 مسرحيات عن البحر، اسمهم 7 مسرحيات، هو حاططهم في كتاب واحد. كل مسرحيه يعني بتتكلم عن حدث اثاره هو شخصيا، يعني وهو ابتدى يفرد هذا الحدث بشكل مسرحي. الشخصيات اللي عنده كلها داخلها صراعات نفسية، حتى وإن كان هذا النص الحبل محطوط في إطار طبيعي، والمفروض إن فكرة الصراعات النفسية أو الصراع الشخصي اللي حاصل بين البطل جواه ده بيبقى تبع المدرسة التعبيرية، أو يبقى في جزء في المدرسة التعبيرية أو أساس للمدرسة التعبيرية، لكنه في النص ده النص طبيعي له ملامح تعبيرية. تمام، لأنه هو عاش المراحل دي، عاش فترة البحر وعاش الأماكن اللي كان موجود فيها، وعمل العرض ده أخرجه على في مكان طبيعي على البحر. ده بيرجعنا لفكره استخدامنا للديكور، لانه انا اخترت الطبيعه. بالظبط، اختار يعني فكره ان انا اختار مفتاحين لدخولي للعرض ده. نمره واحد، مفتاح الصوره اللي هو على مستوى الديكور لابد ان يكون طبيعيا تماما، يعني الجمهور لما بيدخل يحس بطبيعيه المكان، مش بانه غريب عنه، حتى وان كان غريب تكوينه، لكن في النهايه هو لامس براميل الميه والحنفيه. بالظبط، والميه اللي بتنزل، لانه يعني السلالم القديمه وكل الحاجات دي اكيد. بالظبط، يعني كانه لوكيشن كامل هو الجمهور دخل قعد جواه، خصوصا وانا بعمل عرض غرفه مش مسرح تقليدي. يعني المفتاح الثاني الممثلين، يعني في الديكور في البدايه هو شكل اطار عام، الممثلين
اعتمادي على التفاصيل الشخصيه بتاعتهم في التعامل مع الـ مع الـ مع الاكسسوار، وده داخل جوه الديكور بقى. ده اللي انا قصدي عليه، انه في النهايه الحاجات طبيعيه، يعني الميه، في ميه فعلا في العرض بتتفتح، في حنفيات بتتفتح وبتنزل ميه بيشتغل بيها سويني، في مزيتا بيزيد بيها، قصدي تفاصيل حياتيه حقيقيه الجمهور بيلحظها عن قرب، فده المنحى الطبيعي. زائد ان في ملامح تعبيريه دي مستخدمه اكثر في الاضاءه. الديكور تصميم مهندس محمد جابر، الاضاءه تصميم مهندس ابو بكر شريف، وده اللي اتخذته من ملامح التعبيريه ان انا اشتغل عليه على مستوى الاضاءه. الاعداد الموسيقي نفس الموضوع. ايوه لسه كنت التعبيرية. اسالك عن الموسيقى ودورها في توضيح فكره المسرحيه. دي بقى اللي كانت مثل المنطقه بتاعت الصراع النفسي الداخلي بين كل جوه كل شخصيه. ان كل شخصيه ليها الميلودي بتاعها بتاع المزيكا، كل شخصيه ليها الاتها، تمام؟ لما باجي اعمل فوكس على داخل الممثل او داخل الشخصيه في لحظه معينه بنزل له الاله بتاعته او المقطوعه الموسيقيه الخاصه بيه هو. يعني كل واحد ليه مقطوعه موسيقيه خاصه بيه. ليه بالظبط، ليه الات موسيقية. آلة موسيقية. ليه آلة موسيقيه آلة. خاصه بيه. بالظبط. حضرتك كانت الاله الموسيقيه الخاصه بيك ايه؟ انا كان التشيلو. التشيلو كان بيتعبر عن ايه بقى، عن الحاله اللي هو فيها؟ هو كان في تشيلو بيانو، لانه هو عنده يعني انا عملت معادل فعلا المزيكا للشخصيات، ان هو قد كده هذا الشخص خير وقد كده شرير، يعني دي الفكره، لانه هو عايز ياخد الفلوس، عايز يخبيها؟ لا، عايز ياخد الفلوس يطور بيها المزرعه. يعني نفسه ياخد الفلوس من هذا الاب ويطور بيها المزرعه، مش ياخدها ويهرب مثلا، او مش ياخدها ويروح يصرفها. يعني الابن كان عايز ياخد الفلوس عشان يطور بيها المزرعه؟ لا، سويني، بات سويني الاب. ايوه هقول كده. لا مش الاب. طب ركز، نركز. طيب شخصيتي انا اللي هي بات سويني. ايوه ده اللي طامع في انه ياخد ده اللي متجوز البنت الراجل. الابن عايز ياخد الفلوس ويهرب تاني زي ما كان، لانه عايز يتفسح بيهم يعني في النهايه. فسويني عنده شخصيه، عنده تناقض كبير في شخصيته، فده كان معادل بقى على المزيكا. المزيكا اعداد احمد حمدي رؤوف، هو عمل مجهود كبير في فكره ان احنا نوصف الشخصيات، نختار الالات ازاي، كل شخصيه تبقى انه اكتر اله مناسبه ليها. يعني البنت الصغيره انا اخترت لها سيمفونيات، سيمفونيه كده في الاول وفي الاخر هي نفس، عشان فيها مليانه صراعات ومليانه حاجات هاديه ومليانه حاجات. البنت الصغيره دي يمكن هي مفتاح الشخصيه عندي. فانا قصدي المنطقه الطبيعيه والمنطقه والملامح التعبيريه دول تم استخدام الديكور والمزيكا والاضاءه في توضيحهم. التمثيل كان مهم عندي انه يبقى طبيعي، انه يبقى التفاصيل طبيعيه، الجمهور وهو قاعد هو بينه وبين الممثل 3 متر مثلا، ده اقصى بعد، او الاول كرسي بينه وبينه متر، قريب قوي. فهو شايفه جدا، يعني انا كاني دخلت الجمهور في الحدث. زائد انه الجو العام بتاع الديكور مساعد في ده. طيب باسم، النقاد اشادوا باخراج المسرحيه، دي اول مره، ده اول عمل ليك ولا يعني اخرجت مسرحيات تانية قبل كده؟ هو اول عمل في الهيئه. في الهيئه. انتاج الهيئه، انتاج مسرح الطليعه، ده اول عمل. قبل كده انا عملت حوالي 5 عروض، كان من ضمنهم عرضين في الساقيه وخدوا جوائز افضل عرض، فده بالنسبه لي اول عمل بقدم نفسي بيه بشكل احترافي. يعني المسرحيه بتوضح فكره الابن اللي ارتكب خطيئه ورجع تاني، هل ده ليه اسقاط سياسي في الاحداث اللي بتمر بيها مصر بعد ثوره 25 يناير؟ هو الاسقاط السياسي اللي ممكن يتاخد من المتلقي، لان انا مش عامل اسقاط سياسي مباشر على العرض اخراجيا، لا، الجمهور لما بيجي يتلقى فممكن هو يسقط ما يريد يعني. انما الفكره، الاسقاط الوحيد اللي انا شغال عليه منطقه الحقيقه، لازم طول الوقت في دلالات وعلامات في حياتنا طول الوقت بتطلع لنا من اشخاص، من احداث، لازم نبقى واخدين بالنا من الدلالات دي بتوجهنا لاي طريق. ده اللي حاصل، الاب طول الوقت بيرشد ابنه لمنطقه الفلوس هي فين، والابن طول الوقت عشان هو هدفه انه ياخد الفلوس وانه مش واثق في هذا الاب، او مش واثق في ان في العلامات والدلالات اللي حاصله حواليه، بيدور في مكان خاطئ، ففي النهايه ما بيحصلش عنها. مورال الموضوع ده انه طول الوقت لازم نركز الاحداث اللي بتحصل حوالينا والارشادات او الدلالات اللي حاصله، العلامات اللي حاصله، الاشارات بتودينا لحد فين، وانا عايز ايه من هذه عايز الهدف بتاعي عايزه يكون ايه، فبالتالي هبص للعلامه دي بشكل مجرد، مش هحط وجهه نظري فيها.
دكتور علاء، الجمهور ازاي يستقبل المسرحية دي؟ وهل المسرحية اللي من الأدب مسرحيات الأدب العالمي ليهم جمهور خاص؟ لا هو يعني طبعا الجمهور استقبل العرض بشكل يعني متميز، حتى الناس اللي كانت خايفة من انها تتفرج على مسرح لغة عربية اكتشفت انه المسألة مش باختلاف اللغة، ولكن بكيفية تقديم العرض بهذه اللغة. يعني كان العرض مبسط لأي حد ان هو يشوفه. هو كيفية الأداء باللغة العربية، الفكرة كلها في انه المتفرج يحس انه اللغة العربية هي في طابع الشخصية، مش حاجة دخيلة ومش لغة يعني متكلفة. أما بالنسبة للأدب العالمي، هو الأدب العالمي هو ميزته أنه عالمي، يعني يستطيع أن يدخل أعماق النفوس البشرية في كل العالم، ولذلك اتصف بأنه مسرح عالمي. هو بيكتب عن حاجة خاصة جدا يمكن في حياته الشخصية يوجين أونيل، لكن القضية العامة بتاعت هذا النص قضية إنسانية، عشان كده ممكن تلمس قلب أي إنسان. يعني الجمهور اللي حضر يعني احتفى جدا بالحالة وبالمورال بتاع العرض، أو يعني القيمة اللي بتطرح في من خلال العرض، واستمتع بالأداء التمثيلي بالديكور بشغل الإخراج، يعني في حالة إيجابية جدا من ناحية المتفرجين. يعني عرفنا ان الاب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي حضر العرض، كان ايه رايه في عرض المسرحيه؟ هو كان معجب جدا بالعرض، ووضح هو كان جاي معاه مجموعه، والخبر كان مين معاه؟ ناس مجموعه من من المشاهير؟ لا مجموعه من معاه من من المركز المركز يعني. الكاثوليكي. والخبر كان نازل الحبل عن عوده الابن الضال. هو وضح جزئيه للناس اللي معاه انه مش دي القصه الاساسيه بتاعت عوده الابن الضال، دي متاخده عنها، بس هو كان مبسوط جدا لانه شايف ده بيتعالج بشكل فني كويس. يمكن انا انبسطت جدا لان هو شايف العرض بحفاوه شديده جدا وكان مبسوط بيه. انا عايز ارجع لنقطه تلقي الجمهور اللي الدكتور قال عليها، فكره الادب العالمي اللي بيمس اي حد، وفكره انه تلقي اللغه العربيه من اداء الممثلين وكيفيه ادائها. وانا عندي في العرض معظم الناس عندهم مقدرة عالية على القول باللغة العربية، او انه ما يحسسنيش ان اللغة العربية دي حاجة بعيدة عن الوقت اللي احنا عن فيه. وكمان كان في مصحح اللغة العربية دكتور مدحت عيسى قام بمجهود كويس، يعني مجهود قوي، لانه مش بس مصحح لغة عربية، هو عنده حس فني حتى في لان في شوية كلمات حاولنا يعني كلمات في اللغة العربية ما تنفعش تتقال في مسرحية ولا لا ينفع تتقال، بس اجمالا هتبقى صعبة تقيلة على على ودن الناس. بالظبط. ممكن فكان تتغير في بحاجة ده تانية. على فكرة دول كانوا 4 5 كلمات، يعني مش كتير. انا قصدي ان المتلقي بيخرج، دي كانت اكتر حاجة بتبسطني، انه مبسوط بالعرض المتلقي العادي، الجمهور العادي اللي ما يعني ما هوش مسرحي، بسبب القيمة اللي موجودة في العرض، وبسبب انه اول مرة يستمتع بلغة عربية. كان في شخصيات عامة تانية حضرت العرض؟ في دكتور طبعا سناء الدكتور شفا، احمد سخسوخ، وفي الأستاذ أبو العلا السلاموني، حضر امبارح في دكتور يعني سناء شافع برضو حضر. أعتقد يعني ولسه في ناس مخزنين عايزين يجوا الفترة الجاية. العرض اتفتح في توقيت للأسف صعب. اتفتح امتى العرض؟ 12 11 12 وسط الأحداث يعني. بالظبط. وكمان دخول امتحانات. وكان في بقى ظاهره الحمد لله يعني ان هي موجوده. طب ما اجلتوش شويه ليه بعد الانتخابات والاحداث اللي حاصله دي؟ فكره التاجيل، العرض كان جاهز نمره 1، واحنا اجلنا قبل كده عشان الاحداث. ثانيا انه الوقت اللي فيه البلد، الظروف، لو انا اجلت انا مش عارف بعد كده مش هتخلص. يعني مش عارف بعد كده ايه اللي هيحصل. انا بقول لك ان في ظاهره عجيبه كانت موجوده واحنا مبسوطين بيها، انه كان في جمهور كتير في وسط الاحداث دي. كان في جمهور، احنا عملنا حفلتين في يوم واحد، يعني عيدنا العرض مرتين بكثرة الجمهور. طيب احنا بس عايزين نقول ان المسرحية بتعرض في مسرح الطليعة، بس في مشكلة عندكم ان المسرح قدامه سوق العتبة. ايوه صح، نتكلم المشكلة دي هتبقى اخر حاجة بنقولها، جواه سوق العتبة. فدي بتعوق الجمهور من دخول المسرح. لا ده ممكن تبقى في ناس كتير مش عايزة تيجي من عشان المشاهير او يعني محجمين بسبب السويقة اللي قدام المسرح. يعني مسألة
يعني اولا المكان بتاع العتبه ده مجمع مسارح، يعني المسرح القومي، مسرح الطليعه، مسرح العرايس، يعني ده مكان المفروض يبقى يعني مجمع يعملوا ثقافي. له ايوه مجمع ثقافي مجمع زي ما انت مجمع قلت. ثقافي يعني مسرح للطفل ومسرح للطليعه يعني للمسرحيات للشباب. الطبيعيه او حديثه، ومسرح قومي للعروض الرصينه. فتخيلي كل ده حواليه يعني مستنقع انا اسف لللفظ، يعني لازم يبقى في الحل حل. السوق يتنقل مثلا، مش او عارف المسرح يتنقل. يعني، لا المسرح طبعا المسرح مش صعب ان هيتنقل، هو فالسوق الاسهل يتنقل، ان هو يتنقل لسه يعني. المسرح القومي مكلف ملايين علشان تجديده بسبب الحريق. ف هي دي علامة استفهام كبيرة بصراحة، بقى لها كام سنة فكرة وزارة الثقافة ووزارة الداخلية والتنسيق الحضاري، بقى لها كتير علامة استفهام كبيرة قوي. ازاي مجمع مسارح زي كده، زي المسرح القومي يبقى جنبه ناس يعني فرشين و... فرشين، يعني هم يعني هم طبعا بيشتغلوا، بس في النهاية مش ده مكان الشغل. يعني سور الأزبكية تمام، جنب بقى جنب المسرح برضو، ده مورد ثقافي يعني، دي حاجات ثقافية يعني. لو بقى مجمع ثقافي كامل، على الأقل الممثل هيقدر يجي. أنا الدكتور علاء عنده مشكلة في ركنة العربية يعني، عنده يعني حتى مشكلة الممثل ممكن يتأخر عن العرض مثلا، مش عارف يعني ايه. هو بيضطر يركن بعيد وبيجي بالمترو، لأنه أسهل وسيلة يقدر يوصل بيها بسرعة إنه يجي بالمترو، ده بجد. فما بالك الممثلين. ومع ذلك، مع يعني شوفي الأوضاع دي، إحنا كان عندنا جمهور الحمد لله كبير، وكان اللي بيدخل العرض بيجيب يعني بيدعو ناس تانية إن هم بيحضر تاني، كان في ناس بتحضر تاني، وفي ناس بتقول لناس تانية خلاص احنا يجي. هنجيلكم بقى بالبرنامج كله نحضر يا ريت العرض. تشرفونا، يا ريت خلاص تنوروا. شرفونا طبعا، خلاص يا ان ريت. شاء الله. واحنا يعني هندي لهم خبر عشان الركنة بتاعت تمام العربية. خلاص، احنا نيجي بالمترو. بالظبط كده، تمام. فرصة خلاص ننشط المترو برضه. ايوه. طيب احنا استمتعنا بوجودكم معانا النهارده، واكيد كلنا بجد هنيجي نشارك ونحضر معاكم العرض. ان شاء الله. شرفنا. استاذ باسم قناوي مخرج مسرحيه الحبل، ودكتور علاء، شرفتونا النهارده في نهارك سعيد. ميرسي ميرسي ميرسي. مشاهدينا، خلصت فقرتنا دلوقتي، بس لسه مكملين معاكم باقي فقرات نهارك سعيد.